كان طيب. بطل اثيوبيا كسبنا لعبنا واتغلبنا على بره. طيب خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان برضو يقول لنا ماذا يحدث في ارض الملعب. اتفضل يا شريف. مع بنلعب في الدقيقه 73 وما زال تقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء للاعب صلاح محسن في اول لمساته. خليني اقول لك يا في الدقيقه 69 كان في هجمه خطيره من ناحيه اليمين لفريق كان سبورت يمكن طلع عليها ايمن اشرف وبالراس كده طلع الكوره لضربه ركنيه. في الدقيقه 70 هجمه خطيره مرتده للنادي الاهلي للاعب رمضان صبحي لو كان عمل سرور ناحيه اليمين للاعب قفشه ولكن فضل الاحتفاظ بالكره ومرر الكره لعلي معلول رفع المساعد الاول لكره اوف سايد. يمكن فريق كان سبورت بدا يعتمد في هذه اللحظات او في الوقت دوت على الاوف سايد. لو النادي الاهلي قدر يضرب المصادر بكل سهوله ممكن ينفرد ويحرف هدف ثاني وثالث باذن الله. بنلعب في الدقيقه 74 ما زال تحضر النادي الاهلي في ثقه لاعبي النادي الاهلي في الفصل بينهم وبين بعضهم. يمكن قفشه بيعمل كوره مع احمد الشيخ ناحيه اليمين، احمد الشيخ بيرجع له كوره ثاني نحو فتحي بيخش بيها 18 ولكن المدافع بيطلع كوره لضربه ركنيه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي في الدقيقه 74، النادي الاهلي بشكل احسن، النادي الاهلي بشكل اخطر، يمكن مستر جايلر امامي الان بيتكلم مع اللاعب وليد سليمان رقم 11 حاول النادي الاهلي عشان يكون التمثيل الثاني للنادي الاهلي، يمكن الحكم الرابع بيرفع اللوحه عشان يخرج اللاعب رقم 19 مجدي قفشه، يمكن مجدي قفشه يمكن عمل شوط اول ممتاز، الحكم بيقول له اخرج من الناحيه بتاعتك بلاش تروح الى وسط الملعب طبعا القانون اتغير فعندي قفشه خرج على طول صلاح محسن بيعملها خطيره راح الحكم ده بره كان يبقى الهدف كان بس الحكم المساعد رفع رايته ليه اوف سايد. كان سبورت بيعتمد في هذه الاوقات على لعبه الاوف سايد باذن الله الاهلي يقدر يضرب هذه المصيده باذن الله ونقدر الهدف الثاني. الكره الان كانت الاسلام في دفاعات فريق كان سبورت اللي بيحاول يقطع كره في وسط ملعب النادي الاهلي وبالفعل بيمرر الكره في وسط ملعب النادي الاهلي. الكره مع كان سبورت مع اللاعب رقم 26 في وسط ملعب النادي الاهلي بيمرر ليه ناحيه الشمال اللاعب رقم 3 وكابتن الفريق كابتن فريد مرر من لاعب رقم 24 يمكن كان سبورت مش قادرين يوصلوا لمرمى النادي الاهلي على فترات ولكن النقط يوصلوا يعني مش بيوصلوا على طول بيرجعوا الكره الان دلوقتي حارس مرماهم علشان فشلوا في اختراقات دفاعات النادي الاهلي بيبداوا يحضروا من جديد الان في وسط ملعبهم علشان ينقلوا الكره وبالفعل عمل سروق ناحيه الشمال خطير جدا من لاعب رقم 3 راح لاحمد فتحي بيطلع الكوره لضربه ركنيه يمكن احمد فتحي بيعترض علشان الكوره لمست في فريق او في لاعب رقم 3 بيقول له الكوره لمست فيه المفروض تبقى ضربه حرمه ولكن الحكم اصر ان الكوره تكون ضربه ركنيه راح لها اللاعب رقم 24 ويشاور بايده علشان يعملها طويله ضربه ركنيه. بنلعب في الدقيقه 76 وما زال تقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. رفع الكوره فيها 18 رجعها له تاني عمل اوفر على طول اللاعب حمدي فتحي الرجولي يطلعها بدماغه ياخدها وليد سليمان وبيخترق وليد سليمان ونطلع على وليد سليمان خدع رمضان صبحي في كوره خطيره ناحيه اليمين لعب العرض بريحه مرعم لعب العرض بريحه مرعم يا راجل صلاح محسن يقطع الكوره حط الكوره يبص رجليه خارج القاعد قفل الكوره في المباراه معلش يا صلاح يمكن صلاح لو ركز شويه كان حط الهدف الثاني ولكن شكل النادي الاهلي كويس شكل النادي الاهلي خطير باذن الله النادي الاهلي يقدر يجيب الهدف الثاني. لكن الثاني لو عندك اي مره اضافه اتفضل. لا يا شريف تكمل بس تعليقك على المباراه. مش هدف دي يا كابتن اسلام الايه؟ صوتك طيب خلاص خلينا بعد قليل نرجع لك مره ثانيه. يعني احنا مطمنين الحمد لله على النادي الاهلي حتى الان فرص كثيره بتضيع